Assalamu alaikum. This is Noha. Welcome to episode 19. Today we will learn how to read Surah Quraysh. Now let's start. Surah Quraysh. I will read it once and then we will read it together. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Now let's read it together slowly, word by word. بس الله الرحمن الرحيم. Please repeat after me. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Now let's repeat it again. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. Thank you very much for watching. I hope you enjoyed the lesson. Please don't forget to subscribe for more videos as it helps a ton.